النشرة الرياضية من القدس دوت كوم، أهلا بكم. فاز اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم لعام 2013. وتسلم اللاعب الجائزة خلال حفل الفيفا السنوي الذي أقيم في مدينة زيورخ السويسرية، بعدما تفوق على الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي فرانك ريبيري. توج المدرب الألماني يوب هاينكس المدير الفني السابق لبايرن ميونخ الألماني بجائزة أفضل مدرب في استفتاء الاتحاد الدولي، وتفوق هاينكس على منافسيه الاسكتلندي المعتزل السير أليكس فيرغسون المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، والألماني الآخر يورغن كلوب المدير الفني لبروسيا دورتموند الألماني. توج اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بجائزة بوشكاش لصاحب أفضل هدف في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم لعام 2013. وتنافس إبراهيموفيتش مع البرازيلي نيمار دي سيلفا والصربي نيمانا ماتيتش. استعاد أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي بعد فوزه على مضيفه أستون فيلا بهدفين لواحد في ختام مباريات الجولة 21 من البطولة، وأنهى المدفعجية الشوط الأول بهدفين عن طريق جاك ويلشر وإيفر جيرو. وبهذا الفوز استعاد أرسنال الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 48 نقطة. أعلن لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي سمير نصري عن غيابه لمدة شهرين على الأقل حسب ما جاء في حسابه الرسمي على موقع تويتر. ولم يكشف اللاعب عن حجم الإصابة التي تعرض لها ضد نيوكاسل، لكنه اكتفى بالقول بأنه سيغيب لمدة شهرين عن الملاعب. أخيرا أعلن نادي ميلان رسميا عن فك الارتباط بينه وبين مدربه ماسيميليانو أليجري، وذلك بحسب الموقع الرسمي للنادي بعد الخسارة القاسية أمام ساسولو بأربعة أهداف لثلاثة في الدوري الإيطالي. إدارة الميلان عينت المدرب المساعد مارورو تاسوتسي الذي سيقود الفريق في المرحلة الحالية دون توضيح مدة قيادته للفريق. نهاية النشرة الرياضية، تحية طيبة وإلى اللقاء.